السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروف صوت. الفيديو ده من دلوقتي قناة إن شاء الله النهاردة مشروع هنبتدي سلسلة مشاريع للغة برمجة بايثون. إن شاء الله النهاردة هنعمل لعبة حجر ورقة مقص. بايثون اللي معرفش لعبة حجر ورقة مقص دي، اللي هي مثلا لو أنت اللي هي اللعبة اللي هي الشعبية دي، اللي هي مثلا لو أنت عملت حجر والتاني عمل مقص يكسب بالإيدين دي كده. لو أنت عم قبض يعني هنشوف دلوقتي، يعني ما تاخدش في بالك. المهم الفكره يعني ان انا عايز اوصل لك شويه افكار كده في البايثون، مش الغرض من اللعبه خالص، لا الغرض ان انا عايز اوصل لك شويه افكار كده في البايثون عشان تقدر ان انت تستخدمها بعد كده في مشاريعك البرمجيه التانيه. اولا كده هنفتح البايثون بتاعتنا. عشان نبدا اللعبه دي خليها كده نفكر تفكير منطقي. احنا هنحتاج من المستخدم ايه؟ قيمه، ونحتاج من الكمبيوتر برضه قيمه. القيمه دي هتكون يا اما حجر يا اما ورق يا اما مص، صح؟ في الاول كده ايه لازم نعمل هنا دالة ديف. هقول لك ليه نعمل دالة دلوقتي، انت اكيد سؤال دلوقتي هتقول لي ليه انت ما عملتهاش بره الدالة عادي. هقول لك ليه دلوقتي. هنقول مثلا دالة الجيم، ننزل تحت تحت كده شوية عشان انا بحب الفراغ وكده. هناخد قيمة من المستخدم، هنقول مثلا ام بتساوي راو اندرسكور انبوت مثلا ايه انتر انتر مثلا هير بلد، وهنقول له هنا ايه برنت انتر يور جيم. نعمل كده مصفوفة، معذرونا بس يا جماعة، ايه بكتب بإيد واحدة لأن الإيد التانية ماسك بيها الميكروفون. مثلا ايه ستون، مثلا بيبر ونايف. طبعا هناخدها منه واحد، هناخدها منه انتجر يا جماعة، هناخد منه القيمة انتجر، مش هناخدها اللي هو يكتب كده عشان ساعات هو بيتلخبط. لا احنا نسهلها على المستخدم، ناخدها منه برقم مش بحرف. طبعا هنا احنا هناخد دلوقتي قيمة من المستخدم بتاعنا، وهناخد قيمة من الكمبيوتر. طب هتقولي ازاي هناخد قيمة من الكمبيوتر وكده؟ اولا هنعمل مصفوفة، مثلا خليها دبليو كده، هنقول مثلا جواها بيبر، ولا اقول لك خليها بنفس الترتيب احسن، ستون وبيبر والتانية نايف. نزل سطر، هنستدعي دالة او نستدعي مكتبة الراندوم. هنقول امبورت راندوم، بالك عشان نعمل نخلي الكمبيوتر يختار عشوائي بين اللي هي الاليمنتس اللي جوه المصفوفه. هناخد منها الاكس بتساوي اللي هيطلع من العشوائي من المصفوفه دي، هنقول راندوم دوت تشويز اختار، والداله دي بتاخد المصفوفه اللي احنا قلناها. قيمتين من برنامج، قيمه من المستخدم، بعد كده قيمه من الكمبيوتر اللي هي التشويز من المصفوفه بتاعتنا اللي هي ستون بيبر نايف. بعد كده هنيجي ايه، هنعمل عوامل مقارنه دلوقتي، اللي هي مثلا لو المستخدم مثلا دخل قيمه مثلا واحد مثلا اللي هي بتساوي عندنا الستون، كمبيوتر دخل مثلا نايف ستون ونايف مثلا، يبقى كده الستون يكسب، يبقى كده بيطبع له البرنامج اللي المستخدم يو وين مثلا. هنيجي هنا if لو الام بتساوي واحد اند و الاكس بتاعتنا بتساوي، قول هنبدا دلوقتي بس بعمل التعادل مثلا، لو هي لو هو دخل ستون والقيمه القيمه اللي رجعت من المصفوفه ستون هنبقى لو اند مثلا يون برنت يون. زي ما انتم شايفين يا جماعه دلوقتي هنرجع برضه مثلا نقول له اليف، يعني الاختصار لالف اف الس، مثلا نقول ايه او الس اف مش مشكله. يعني هنقول مثلا ام بتساوي 2 اند و الاكس بتساوي بيبر، برنت درو. عفوا يا جماعة، هنا كتبت يو ان، نكتب درو
هوقف بس الفيديو يا جماعة كده ثانية واحدة بس لغاية ما هكمل كل ده عشان ما ياخدش من وقت فيديو كتير. رجعت لكم تاني يا جماعة، خلاص كتبت عوامل المقارنة ايه اللي هي الاف الحاجات دي كلها. لو لو هنقارن دلوقتي عوامل المقارنة بين المستخدم بين المستخدم بين قيمة المستخدم وبين قيمة الكمبيوتر، يعني مثلا ايه هنا لو قيمة المستخدم واحد اللي هي ستون والقيمة اللي راجعة من الاكس ستون نتباع له درو، لو مثلا القيمة بتاعت الكمبيوتر بتاعت الكمبيوتر بيبر والقيمة بتاعت المستخدم اتنين اللي هي بيبر برضو نتبع له درو، وهكذا 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 لغايه ما تملا تكمل المقارنه بتاعتك. انا خدتها ازاي؟ خدت دي مع ستون، ستون مع ستون، وستون مع بيبر، وستون مع نايف. حاله المقارنه مع دي ايه، حاله المقارنه دي بتنتج عنها ايه، وحاله المقارنه دي بتنتج معاها ايه. وبيبر خدتها مع دي ودي ودي ودي، خدتها مع دي ودي ودي. طبعا في اختصارات كتير بس انا حبيت يعني ايه ان انا كل حاجه تبقى قدامك عشان ما تتلخبطش. ان انا مثلا ايه مع الستون مع مثلا النايف، هي هي مع النايف مع الستون، ممكن تشيلها وتحط مكانها حاجه واحده بس، لكن انا حبيت بس ان انا ايه يعني ما تتلخبطش بين الحاجات دي. لو جينا احنا عملنا ران هنا، ران موديول، اوكي، هيقول لنا هنا ايه انتر يور جيم، هنقول له مثلا اتنين اتنين. صح، ده احنا نسينا نحولها ام بتساوي انت للام ران. يا جماعه احنا عملنا الداله تحت ايه وتحت استدعيناها تاني، خد بالك عشان ما تقولش جت منين او استدعت منين او كده. شيل هنقول مثلا اتنين بيبر درو، احنا اخترنا البيبر القيمه اللي راجعه من الكمبيوتر بيبر، طبعا احنا قلنا اطبع الاكس اللي هي القيمه اللي راجعه من الكمبيوتر، بعد كده قلنا درو. طب افرض انا بقى مش عايز اخليكم مثلا البرنامج خلاص خلص، يعني مثلا ايه لو احنا جينا شغلناه من بره من غير الشيل بتاعتنا هتظهر على السي ام دي. افرض انا مثلا مش عايز مثلا ان هي ايه تخلص، او اللي هي يرجع تاني واخد منه القيمه تاني وتفضل اللعبه شغاله لغايه ما المستخدم يقفل البرنامج خالص. هنعمل هنا حركه بسيطه جدا، ان احنا هنضيف في عوامل المقارنه بتاعتنا كلمه جيم، يعني بيقول يعني ارجع للداله تاني. خلي بالك دي ميزه في البايثون، ان هو لما انت في الداله نفسها لو انت جيت استدعيت نفس الداله اللي انت جواها ما بيعمل مش بيعمل لها لا ده بيرجع تاني ليها. ركز معايا في النقطه دي، هو لما بيلاقيك بتستدعي الداله اللي انت جواها اساسا بيعمل لها ريدايركشن او بيعمل لها لوب، خد بالك. طبعا دي احسن من الهواي اللوب بكتير، لانها مش بكتير يعني بشويه صغيره، بس ليها تحكم اكبر، يعني اللي هي الداله دي يعني تعامل معاها كانها علامه يعني زي الباتش سكريبت زي ما احنا قلنا. هنقول برضو هنا جيم في كل الحالات ارجع تاني. دلوقتي احنا خلصنا العوامل المقارنه بتاعتنا وضفنا لها الجيم بتاعتنا. لو جينا احنا عملنا رن هنا للموديول قصدي للبرنامج بتاعنا، هنيجي هنا هنكتب مثلا اتنين مثلا نايف يلوز مثلا، هيجي هنا برضه يطلب مننا تاني ان احنا ندخل قيمه، هنقول مثلا تلاته. التلاته احنا اخترنا النايف والكمبيوتر اختار البيبر يون مثلا، هيرجع تاني ياخد القيمه بس شكلها وحش يعني مثلا، خلينا ايه مثلا اوكي اتنين تلاتة أربعة، نقول مثلا برنت ناثينج برنت، نطبع حاجة زي كده عشان نفصل ايه بين الدور وكده. طب افرض مثلا ايه انا مثلا المستخدم دخل قيمة غلط، او مثلا دخل بيستعبط المستخدم، او دخل مثلا قيمة هو مش قصده بيها، مثلا دخل قيمة اكبر من ثلاثة، دخل قيمة مثلا اقل من الواحد اللي هي مثلا دخل صفر، دخل قيمة حروف ما دخلش اللي هي مثلا الارقام اللي احنا قلنا عليها واحد اتنين ثلاثة. في الاول هنا بس لما نيجي نحولها احنا كده خلاص حولناها، هنقول اف لو الام بتاعتنا اقل من واحد، او لا كده كده اقل من واحد، اند والام اكبر من تلاتة،
طبعا في الاف لو اند يبقى دي، لو هي واحده ترو واحده فولس بيختار الفولس كده. مثلا هنا ماشي، هنيجي هنا مثلا برنت يو انتر ميستيك فاليو، ماشي شغالة معانا لسه فاليو، ويروح تراجع تاني للجيم تاني ياخد منه قيمة تانية. إلس غير ذلك، لو غير ذلك مش تمش حاجة تاني خلاص، انت مش محتاجة، فانت ايه مش ضروري تحط الاس بتاعتك تشيلها خالص. هنقول اف مثلا لو الام بتاعتنا اقل من واحد والام بتاعتنا اكبر من ثلاثة هيتباع له يو انتر ميستيك فاليو، بعد كده هيرجع له الجيم. لو احنا كده عملنا رن هندخل مثلا سبعة، حاجة غلط. ثانية واحدة بس يا جماعة، هشوف بس في حاجة غلط في رجعت لكم تاني يا جماعة. أنا عرفت المشكلة خلاص، كانت في الأور. إحنا كتبنا أند، أند طبعا مشكلة طبعا، لأن إحنا بنقول إيه للكمبيوتر، بنقول لو الإم أقل من واحد وأكبر وي أكبر من ثلاثة اطبع حاجة معينة. طبعا وي دي فلازم الاتنين يكونوا ترو، لا احنا عايزين واحدة منهم يا اما ترو يا اما واحدة منهم ترو وواحدة فولت، او واحدة منهم يعني واحدة منهم ترو يعني. طبعا هو خد بالقيمة اللي هي ايه، الاتنين طبعا واحدة ترو وواحدة فولت، بياخد بالترو، لو بياخد بالفولت قصدي، بعد كده بيتجاهل كل ده، بعد كده ينزل البرنامج تاني. طبعا لو مفيش حاجة هنا مثلا للقيمة اللي هي الخطأ، طبعا هو ايه بيخلص البرنامج. فاحنا نيجي هنا نعمل رن. اوكي انا بدلت الهوايل بالاف عادي، ممكن لو احنا حطينا الاف عادي، لكن الهوايل دي اللي كذا مره يعني، لو هو دخل قيمه تانية برضو غلط يعيد له تاني نفس الحاجه. هنقول له مثلا سبعة انترد مستيك فاليو، قلنا له مثلا صفر انترد مستيك فاليو مثلا، كتبنا له اتنين، شغل اللعب عادي. طب احنا مثلا افرض المستخدم بتاعنا دخل قيمه حرفيه، ندخلش ارقام، هنعمل ايه في الحاله دي، او البرنامج هيعمل ايه؟ طب احنا لو احنا عملنا رن مثلا، لو دخلنا حروف زي ما انتم شفنا طبعا لنا خطا، قال لنا فاليو ايرور. احنا كل اللي يهمنا في الحكايه دي الكلمه دي، احنا عايزين الكلمه دي هناخدها كوبي، خد بالك عايزين بس الكلمه دي اللي احنا هنحتاجها، بس اللي احنا عشان احنا هنستخدم التراي والاكسبنشن اللي هو هاندلنج ايرورز. هنيجي هنا فين الخطأ، فين الخطأ هنا، الخطأ بيبقى فين؟ طبعا احنا خدنا هنا من المستخدم مثلا قيمة، والقيمة دي حرفية، فالبرنامج لما بيجي يحولها لقيمة عددية بيلاقيها مش عدد اصلا، فبيعمل ايرور. هنعمل ايه؟ هنقول تراي، خد بالك هننزل تحت نحط دي جواها اللي هي ال 1 2 3 4 كده، نعمل اكسبشن اكس، ايوه دي طبعا، نحط اسم الخطأ بتاعنا، الخطأ اللي احنا عملنا له كوبي من شويه. بيقول انت بتقول كده للبرنامج لو حصل خطأ في البتاع ده، في الخطأ بيبقى في الفاليو ايرور مثلا، هتبع ايه برنت انتر انت فاليو، بعد كده يروح راجع للجيم تاني جيم. هنقول مثلا else غير ذلك، مش ضروري نكتب else دلوقتي مش ضروري. فاحنا جينا لو عملنا run هندخل مثلا قيمه حرفيه زي ما انتم شايفين يا جماعه، طبعا لنا انتر ذا انت فاليو، ما دخلت انت دخلت قيمه حرفيه مثلا، لو دخلنا قيمه حرفيه ركز معايا دلوقتي، هيقول لنا برضو انتر انت فاليو. فانت مش محتاج ان انت تكتب الاس، طبعا الاس دي في التراي والاكسبت مش محتاجه، احنا مش محتاجينها احنا. طبعا مفيش مشكله هنا وهيكمل برنامج عادي. فاحنا مثلا لو عملنا رن تاني عشان نتاكد برضو، مثلا سبعه انتر مستيك فاليو، كتبنا اتنين تلاتة مثلا اتنين، بيبر درو شغال ماشي.
طب احنا عايزين مثلا ايه نقوم البرنامج بتاعنا، نقوم اللعبه بتاعتنا قصدي، بحيث ان احنا نضيف لها سكور، سكور للاعبين مثلا، سكور للكمبيوتر وسكور اللاعب. طب تعال نفكر كده شويه هنعمل ايه. اف لو احنا انت مثلا هيفضل يجي في دماغك مثلا ان احنا نحط المتغيرات هنا في الداله. طب احنا لو حطيناها في الداله في اي عامل مقارنه تاني هيرجع تاني للداله، فهيشوف المتغيرات مثلا احنا هنخليها بصفر، طبعا السكور ديفولت هيبقى بصفر، فهيجدد القيمه بتاعتها. مثلا لو احنا بواحد، لو المستخدم مثلا كسب مثلا وخد نقطه مثلا في السكور، هيرجع تاني للداله بس هتبقى بصفر، هيرجع تاني صفر كده مفيش سكور. يبقى احنا ايه نخليها بره الداله بتاعتها، نخليها بره الداله. هنعلن عن مثلا البلاير، السكور بتاعنا هيبقى بلاير بتساوي صفر، كمبيوتر بتساوي صفر. هنيجي هنا طبعا هنعمل جلوبال عشان نعدل عليها في القيمة بتاعتنا عشان ما يديناش خطأ. جلوبال بلاير وجلوبال كمبيوتر، طبعا الجلوبال دي مهمة جدا عشان احنا هنعدل في القيمة دي. طبعا هو الجيم الدلم مش مسموح لها انها تعدل، بتاخد نسخة بس. هنيجي هنا كده ايه، احنا عملنا ضفنا السكور وخلاص كده. احنا المفروض نعمل ايه هنا في داخل الدالة على طول في داخل اللعبة بتاعتنا؟ هنيجي هنا نضيف سطر، واخد بالك؟ قبل ما يرجع للدالة هنا هو هيضيف كمبيوتر. مثلا هنا في درو مش هيعمل حاجة، أنا للأسف يا جماعة آسف، أو في درو مش هيعمل حاجة، هو يطلع درو بس ويرجع. هنا في اليولوز طبعا المستخدم هيخسر والكمبيوتر هيكسب، قصدي الكمبيوتر هيكسب، فاحنا هنزود على الكمبيوتر واحد، كمبيوتر بلس واحد. هننزل تحت يوين، هنزود على بلاير واحد، يوين هنزود على بلاير واحد بس واحد، يوين هنزود على كمبيوتر واحد، كمبيوتر واحد، في يولوز برضه هنزود على كمبيوتر واحد واحد، يوين هنزود على المستخدم واحد. طبعا احنا كده خلصنا، بنضيف على كل حاجة واحد، وبعد ما بنضيف عليه واحد مثلا لو المستخدم بتاعنا كسب هنضيف عليه واحد، بعد كده هنطبع النتيجة، هنطبع المتغيرات اللي هي فيها النتائج برنت بلاير وبرنت كمبيوتر. يعني كل حاجة شغالة برضو، حطيناها في كل عوامل المقارنة. هنيجي هنا نعمل رن، مفيش أخطاء، كويس. مثلا هنقول مثلا ايه، نختبر كل حاجة في البرنامج دلوقتي. هندخل قيمة أكبر مثلا 9، هندخل قيمة أصغر 0، هندخل حروف ماشي، هندخل 2 ستون يوين. أنا قلت بيبر وهو الكمبيوتر قال ستون يوين. دلوقتي أنا السكور بتاعك واحد والسكور بتاع الكمبيوتر صفر، ده هيرجع لنا تاني. هندخل مثلا واحد يوين برضو هتبقى 2. لاحظ يا جماعه الاثنين هو ما رجعش وخلاها صفر، لان احنا ما رجعناش تاني للبرنامج، هو احنا رجعنا تاني، رجعنا للداله، هو عمل لوب للداله ما شافش خالص الارقام اللي هي الصفر دي، هو عارف ان عنده متغيرات بس قيمته وحفظها وغيرها. في الشله بتاعتنا تاني عايزين بس نخسر ده اي حاجه واحد يولوز اهو. اختار، هو اختار البيبر واحنا اخترنا الستون، يولوز دلوقتي 2-1. طبعا استمر كل ده لغاية ما انت لغاية هو ما لا نهاية، خلاص ما لا نهاية. طب ازاي نحل المشكلة دي؟ افرض مثلا انا عايز مثلا اضيف مثلا حد او سكور معين للعبة دي، مثلا عايز اضيف مثلا لغاية ما نوصل مثلا لسكور 6 مثلا، يطبع مثلا مثلا مين كسب او مين خسر مثلا، هنعمل ايه؟ هنيجي هنا في اول اللعبة خالص، واخد بالك؟ ركز معايا، هنيجي في اول اللعبة خالص وهنضيف كل اللي احنا عايزينه بقى. ازاي كده؟ ننزل كده شوية، ادي الليلة السرق ماشي كده كويس. هنقول ايه اف لو السكور بتاع مثلا البلاير، مثلا بلاير بيساوي مثلا 6 اور، او الكمبيوتر بتساوي 6
طبعا ده ممكن تضيف اللي انت عايزه يعني، انا مش تضيف اي سكور انت عايزه. كمبيوتر طب هيعمل ايه هنا؟ هندخل حلقة هندخل اف تانية، ركز معاه عشان ايه. احنا دلوقتي احنا بنقول له ايه، بنقول له الكمبيوتر ايه، لو قيمة البلاير او قيمة الكمبيوتر بتساوي 6 خش جوه. طب هنعمل ايه تاني؟ هنقول اف لو البلاير اكبر من الكمبيوتر، لو قيمة البلاير بتاعته اكبر من الكمبيوتر، مثلا لو البلاير 6 مثلا والكمبيوتر مثلا 3، هيتباع له حاجة معينة، هيتباع له مثلا ايه يو ان مثلا. بعد كده ايه، يطلب من المستخدم ان هو يدخل مثلا قيمة تانية، اللي هو مثلا لو انت عايز تعيد اللعبة تاني، لو داس مثلا لو عايز يعيد اللعبة تاني هيرجع تاني للجيم، بس هيعدل في قيمة البلاير والكمبيوتر، هيخليه صفار عشان ما يخشش جوه الاف دي تاني. هنشوف دلوقتي كلنا مع بعض، اف لو البلاير أكبر من كمبيوتر كمبيوتر بنت يو وين ذا جيم. احنا دلوقتي طبعا هنطبع المستخدم يو وين ذا جيم، هنرجع الكورم تاني البلاير، خليها بزيرو والكمبيوتر بزيرو برضو. بعد كده هيرجع للدلق تاني جيم، هنقول اف لو او إلس بقى، وخليها الف إلس غير ذلك هنقول برنت كمبيوتر دلوقتي. احنا خلينا لو الكمبيوتر كسب هيخلي قيمة البلاير بصفر والكمبيوتر بصفر، وهيرجع تاني للدالة. طب افرض مثلا انا مش عايز مثلا عايز اخرج مثلا من اللعبة، ومش مثلا مكسل احرك الماوس المستخدم مثلا. انا بص انا بحط كل الاحتمالات للمستخدم عشان ايه، يبقى راضي بشكل كبير عن اللعبة اللي انا عملتها بلغة البايثون. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا هنقول برنت ار يو وانت to re game enter 1 to re game or any thing to exit. هننزل كده تحت، هناخد مثلا الجي بتساوي راو اندر سكور انبوت انتر هير. دلوقتي احنا هنقول لو الجي بتساوي 1 هيرجع تاني للجيم، خد بالك لو اي حاجة تانية غير الواحد هيطبع او هيخرج من البرنامج، هيقول اكسيت. هناخد دي كده كوبي، نعمل لها بيست هنا بيست، تمام شغال كل حاجة. هنقول مثلا هي ران موديول مفيش اخطاء. هنقول مثلا ايه، هندخل 2، انا هدخل بس 2 كده بسرعة عشان عايز اوصل لنهاية السكور. اهو دلوقتي انا وصلت للسكور 6. يو وين ذا جيم ار يو وانت تو ري جيم انتر 1 تو ري جيم اور اني ثينج تو اكسيت. هنقول مثلا 1 عاد للجيم تاني، انا هدخل اي قيمة تاني عشان انا اوريكم ان هو هيخرج من البرنامج. 2 يو وين ذا جيم ار يو وانت تو مثلا نكتب اي حاجة ذا بروجرام ماشي وكده، خلص البرنامج خلاص.
اكس ده هو خلاص هو يخرج من السي ام دي. بس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، وارجو ان تكون اللعبه عجبتكم والفكره بتاعت البرنامج. طبعا الغرض من الشرح النهارده ان هو مش علمك ازاي تعمل لعبه، لو عايز يفيدك بخبرات برمجيه اكتر، ان هي مثلا ازاي تراي والكاتش والاستخدام الحاجات دي، وازاي تعمل جلوبال، مفهوم الجلوبال اللي هي التعدل على المتغيرات نفسها في البرنامج كله، مش تاخد منها نسخه، تاخد الاصل بتاعها. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، ولا ما عجبكش ليه، لاي استفسار عن اي حاجه سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.